طيب الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وهذه المقابله الخاصه التي تاتيكم معي انا ندى عبد السلام، وضيفي فيها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعه اي اي اتش اثمار القابضه السيد علي الجبالي. بنرحب بحك معنا سيد علي. ثانك يو سو ماتش، وبالعكس انا اسعد. سيد علي، دعنا نبدأ هذه المقابلة بالحديث عن آخر استحواذات الشركة على شركة بي اتش ام كابيتال، لماذا هذا الاستحواذ؟ احنا شركة اثمار دولية القابضة، طبعا حاليا احنا في تنوع في 9 قطاعات، واحدى القطاعات اللي احنا توسعنا فيها هي قطاع الفاينانشال سيرفيسز، واستحواذنا على بي اتش ام هو واحد من أكبر الاستحواذات تحت فاينانشال سيكتور. سيد علي، وبجانب هذا الاستحواذ لدى المجموعة أيضا شركة أخرى في قطاع الخدمات المالية جلوبال إكويتي، هل لديكم نية لمزيد من الاستحواذات خلال الفترة القادمة؟ طبعا خطتنا الاستراتيجية في الفاينانشال سيرفيسز من خلال استحواذنا على جلوبال إكويتي وبي اتش ام إن احنا نتوسع في انترناشنال ماركتس. هدفنا في التوسع هو تنمية أرباح الشركة من خلال أسواق دولية، وطبعا بهدف واحد وهو ثقة المستثمر. بسؤال عن المجموعة ككل، يعني حققتم أرباح بالفعل خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، سجلنا تقريبا 445 مليون درهم مقارنة بحوالي 24 مليون درهم عن نفس الفترة من 2022، ما هي أسباب الداعمة لهذا النمو بجانب ما ذكرت من توقعات المساهمة من قبل قطاع الخدمات المالية مستقبلا؟ الأسباب طبعا هو تنويع في 9 قطاعات، الاستحواذات لشركات يعني عندها experience في أكثر من 20 سنة معظمها، وكان عندها طبعا خطط كبيرة في التوسع و huge strategic plans. تنويع استثمارات الشركات طبعا أدت لأرباح عالية، وبالتالي طبعا احنا كان يعني هدف الاستحواذ انه انت تكون عندك حصص في شركات ناجحة، والحمد لله طبعا الامباكت هو الارباح اللي احنا وصلنا لها. بالعوده بسؤال للحديث عن الاستحواذ على بي اتش ام كابيتال، ما قيمه هذا الاستحواذ وكذلك ما هي الحصه التي تم الاستحواذ عليها؟ طبعا احنا في استحوذنا على بي اتش ام في نسبه ماجوريتي ستيك نسبه 67%، قيمه الصفقه هي في حدود 185 مليون درهم. طبعا خطتنا في شركة بي اتش ام كشركة خدمات مالية هو تنويع نوع الخدمات من فند مانجمنت، استثمارات في different asset classes، طبعا البروكرج in terms of securities. الهدف هو طبعا التوسع في دول، والاستحواذ انه بي اتش ام تستحوذ على شركات في اسواق في الميدل ايست، نفس السعوديه، في مصر، في الاردن والعراق. سيد علي، احدث ارقام اصول المجموعه كانت تشير الى ان الاصول تبلغ تقريبا 2 مليار و200 مليون درهم بنهايه النصف الاول، هل هذه الارقام تم تحديثها مؤخرا؟ اي اي اتش طبعا الاصول حاليا قيمه الاصول هي 2.5 بليون في حسب نتائج النصف الاول لسنه 23. بالنظر الى المجموعه يمكن شهر بعد الاخر بتزداد اعداد الشركات التابعه، اخر الارقام بتشير الى 42 شركه تعمل في 9 قطاعات تقريبا، هل الارقام اختلفت وعدد الشركات ارتفع بنهايه شهر سبتمبر الماضي وكم يبلغ حاليا؟ لا، هو بيحصل تحديث لانه الخطه الاستراتيجيه للشركه هو البالانس او التوازن بين الاستثمارات في شركات من خلال طبعا استحواذات شركات موجوده في وعندها هيوج تراك ريكورد في اخر 20 سنه، وفي نفس الوقت طبعا احنا بنأسس شركات ستارت ابس في قطاعات مختلفه لاغتنام الفرص وطبعا الجابس الموجوده. فنعم في زيادة في عدد الشركات، الزيادة زيادة مدروسة لتغطية الجابس الموجودة في الماركت في دولة الإمارات أو في انترناشنال.
وما الاستحواذات التي قامت بها الشركة في الفترة الأخيرة؟ نتحدث على مجموعة كبيرة من الاستحواذات، كم بلغت إجمالي قيمة استحواذات المجموعة خلال الفترة الماضية؟ إجمالي قيمة الاستحواذات حوالي هي يقارب 1.5 مليار درهم. سيد علي، ومن جانب آخر، هل لدينا مبلغ بعينه مرصود للقيام بعملية الاستحواذات مستقبلا أو حتى تأسيس شركات جديدة؟ طبعا خطتنا هي تكملة في تنويع استثماراتنا في 9 قطاعات، في استحواذات أعتقد في بمتوقعة في 2024 في حدود 1.5 مليار درهم. تركيزنا على قطاع الهيلث كير وعلى قطاع الفاينانشال سيرفيسز، التكنولوجي وريل استيت. سيد علي، حضرتك اشرت في الحديث الى انه الشركه بتدرس امكانيه الدخول لاسواق جديده، اشرت الى مصر والسعوديه كنموذج، لكن ما هي السوق الاقرب للتواجد خلال الفتره القادمه؟ هل هناك فرص يتم دراستها في الوقت الحالي؟ حاليا احنا توسعنا في سوق في رومانيا من خلال شركاتنا في قطاع التكنولوجي وقطاع ريل استيت والخدمات الماليه. أشرت لقطاع الرعاية الصحية، احنا بالفعل كان لدينا استحواذ في الفترة الأخيرة على صيدليات العين، وكذلك نتواجد أو تتواجد المجموعة في هذا القطاع بالفعل، لكن ماذا عن المستهدفات والخطط للتوسع في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة؟ احنا عندنا خطة واضحة في التوسع في الرعاية الصحية. طبعا خطتنا ان احنا مقسومة الى قسمين، الاستثمار في الفارماسيوتيكال والاستثمار في إدارة و مستشفيات. في أي من الـ two revenues تحت الرعاية الصحية، طبعا تركيزنا الأول والأخير هو تغطية the full supply chain. ففي الفارماسيوتيكال طبعا أكيد أشرتي إلى استحواذنا على صيدليات العين، واحنا فخورين بهالاستحواذ، لكن احنا طبعا بنكمل في استحواذات في شركة توزيع للأدوية، شركة في الصناعة للأدوية، هيتم التركيز في مكتب علمي طبعا لأنه يكون عندنا IPs يعني متخصصة بالفارماسيوتيكال. وهل من المتوقع تنفيذ هذه الاستحواذات في قطاع الرعاية الصحية خلال العام الحالي؟ في عام 24 إن شاء الله. هل هذا يعني أن المجموعة اكتفت خلال هذا العام بالاستحواذات؟ احنا عندنا يعني الخطة شغالين عليها، وإن شاء الله بإذن الله يعني حسب طبعا الديو ديليجنس بروسيس اللي بيقام في الاستحواذ، هو بروسيس يعني لي ستيبس وبريكوزيتس، فحاليا بيتم طبعا لأي استحواذ البروبر بروسيس، وإن شاء الله طبعا نتمنى ان احنا يعني نخلص اي اجراء لاستحواذاتنا في يعني بالسرعه المطلوبه ان شاء الله. سيد علي، بكل هذه الاستحواذات والتوسعات في الفتره الاخيره، هل الشركه بتسعى ان يكون استثماراتها استثمارات طويله الاجل؟ استثماراتنا طبعا هي طويله الاجل، تركيزنا على انه يكون في سستينبل موديل، لانه هدفنا مع المستثمر هو ان احنا نحافظ على تنميه استثماره وطبعا توزيع الأرباح. فالإثمار International Holding Model هو موديل مبني على a long term strategy very clear، ان احنا طبعا هدفنا هو تنويع الاستثمارات لتقليل الريسك وزيادة الأرباح. حضرتك أشرت لفكرة توزيع الأرباح على المساهمين، يمكن فترة النصف الأول من العام الحالي كان هناك توزيعات بقيمة 100 مليون درهم تقريبا، لكن ماذا عن العام ككل؟ ما هي خطة التوزيعات؟ توزيع الأرباح هو قرار طبعا يرجع لمجلس الإدارة، لكن احنا حريصين على توزيع الأرباح إن شاء الله في بعد إعلان النتائج آخر السنة. سياسة الشركة واضحة وهيتم توزيع الأرباح، لكن طبعا بالنسبة للقيمة هو قرار مجلس إدارة. بالانتقال لسؤال عن قرار إدراج المجموعة أو حصة من المجموعة في سوق أبوظبي الأوراق المالية، هل هناك جديد في الإجراءات المتعلقة بهذا الإدراج؟ شركة إثمار الدولية هدفنا الرئيسي هو إن إحنا
نكون لينا قيمة مضافة في دولة الإمارات. وطبعا الشركة مقرها الرئيسي في إمارة أبو ظبي، فدورنا إن إحنا نساهم في دعم سوق أبو ظبي المالي من خلال الليستينجز لإثمار وشركات من المستقبلية. سيد علي، يعني على سبيل المثال، هل تم تحديد سعر السهم، المدى الزمني، وكذلك الحصة التي من المقرر طرحها في السوق؟ طبعا تم، احنا حاليا شركة مساهمة خاصة، وتم طرح 13% من الشركة في كشركة مساهمة خاصة. في ان شاء الله نتوقع ان احنا نستكمل الإجراءات مع سوق أبو ظبي المالي في الربع الأخير، ونعلن طبعا مع بالكوردينيشن مع سوق أبو ظبي ليوم الطرح. وهل لدينا التزام من أي مستثمر استراتيجي؟ يعني كنا في الفترة الأخيرة وقعنا اتفاقية مع الصكوك الوطنية وكذلك مع مصرف عجمان، هل لدينا التزام بحصول مستثمر استراتيجي على حصة من الحصة المطروحة؟ بالنسبة دي طبعا المستثمرين اللي أنت طرحتيهم هم مستثمرين في شركة EIH يعني مساهمين رئيسيين، وتم الالتزام بمبالغ كابيتال من قبلهم، وحاليا طبعا الاستحواذات الحالية هي من خلال الكابيتال اللي تم طبعا ضخه في الشركة. ده كان سؤالي الثاني لحضرتك، من أين يتم تمويل كل هذه الاستحواذات والتوسعات؟ تمويل الاستحواذات هو تمويل من المساهمين الرئيسيين اللي في الشركة، وطبعا من خلال إعادة استخدام أرباح الشركة في تمويل الاستحواذات. زيادة رأس المال اللي تم الإشارة ليها تقريبا كم بلغت؟ طبعا بالنسبة لناشنال بوند وبنك عجمان دخلوا في حدود 40 ل 50 مليون درهم. في الختام بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد علي، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة.